تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. شكون اللي غادي يكون ومن سيحرس عارين اللابؤات ان صح التعبير او المرمى ديال الفريق الوطني المغربي في شي مباراه اللي ما فيهاش خديجه الرميشي. ثاني ملاحظه اللي ربما نتكلم فيها واللي شفتها البارح وما لقيتش لها اجابات، اللاعبه فاطمه الزهراء تاكناوت، اللاعبه اللي خدت يعني كانت على موعد مع خوض تجربه احترافيه مع فريق سيفيا، ما توفقاتش في التجربه الاحترافيه فعادت الى ارض الوطن، ولكن هاد الشيء خلاها تغيب على التنافسيه لمده طويله. ورغم ذلك شفنا فاطمه تاكناوت البارح خاضت مباراه كامله. واش هي رغبه من خورخي بيلدا انه يعني يعطيها دقائق لعب كتعويض على المباريات اللي ما لعباتش، او كتعويض على التنافسيه اللي ما كايناش، او هذا سؤال يطرح. كان من الممكن مثلا ان فاطمه تاكناوت تعطاها دقائق ديال اللعب، تلعب ما تيسر من هذه المباراه صافي، من بعد نشوفوا عاوتاني حاجه اخرى، ونقدر ناخذ مثلا هذا لوكا ديال فاطمه تاكناوت ونحطو جانبا، نقول ما كاين مشكل، لاعبه تفتقد التنافسيه ما فيها باس تعطاها المباراه كامله. ولكن لاعبه مثل سناء مسودي، سناء مسودي اللي نقدر نقول واحده الان كيف هضرت على خديجه الرميشي، واحده من اللاعبات الحاسمات والثقيلات على مستوى الفريق الوطني المغربي، حتى هي تعطاتها مساحه كبيره رغم ذاك المستوى وذاك الانيرجي وهذاك الشيء اللي عطات كله، ونقدر نقول حتى ذاك الانفستيسمون بسيكولوجيك مع فريق الجيش الملكي في المنافسات ديال الشامبيونز ليغ اللي يلاه سالات، يعني منافسه يلاه سالات نهار السبت اللي كانت فيها ثلاثه المباريات في الدور الاول، مباراه في نصف النهائي ومباراه في النهائي، وحتى مباراه في هذه المباريات ما كانت مباراه يعني من عيار خفيف بالنسبه للجيش الملكي، كاع المباريات تعذبوا فيهم البنات باستثناء المباراه الثالثه ديال دور المجموعات اللي فازوا فيها اللاعبات ديال الجيش الملكي، لانه فازوا في جوج مباريات الاولين وحقوا التاهل، ولكن باقي المباريات جوج مباريات الاولين، المباراه ديال النصف النهائي وكذلك مباراه النهائي، كلهم كان فيهم نقدر نقول واحد العذاب وواحد واحد المجهود كبير من اللاعبات ديال الجيش الملكي. واش الم يكن من المفترض ان في هذا الماتش هذا على الاقل في هذه المباراه الاولى مع بوتسوانا تعطى واحد شويه ديال الراحه لهاد البنات، لان راه كيف ما كان الحال راه مازال محتاجينهم ومازال غادي نبغيهم، لان شئنا ام ابينا راه ما يسمى بالعمود الفقري. صحيح كاين مجموعه من اللاعبات اللي كيمارسوا في اوروبا، ولكن هاد اللاعبات ديال الجيش الملكي راه حاضرات، يعني ميمكنش لينا اننا نقصيوهم من خريطه الفريق الوطني المغربي لكره القدم النسويه. ثم على مستوى الاختيارات ما عنديش شي ملاحظات كثيره، وخا الوقت شي شويه معطل باش الاختيارات، ولاعيبه بحال ضحى المدني كنت كنتسنى نشوفها حتى هي البارح بهذا المستوى اللي يعني المستوى اللي قدمات مع فريق الجيش الملكي، والمستوى لو فيكيو ديالها مع المنتخبات الوطنيه. فإلا ما كناش غادي نعتنيو بلاعيبات بحال هادو، فما عرفتش واش كاين شي لاعبه افضل من ضحى المدني لحد الساعه، او على الاقل لاعبه اللي غتكون خدات بلاصتها، او اللاعبات اللي غيكونوا خداو بلاصتها، واش كاين ما هو افضل؟ كنت اتمنى ان يكون ما هو افضل، ولكن على الاقل نشوفوا هاد الدريه هذه والمستوى اللي بيناته، لان المستوى اللي بيناته مع فريق الجيش الملكي كيعطيها الحق انها تواجد مع المنتخب الوطني المغربي بكل صراحه. والبارح مع الاسف كنت كنتمنى نشوفه ولكن ما كانتش. فهذه مجموعه من الملاحظات بخصوص الفريق الوطني المغربي والمباراه ديالو امام منتخب بوتسوانا. باقي مباراه ثانيه غادي تلعب كذلك في ملعب سانيه الرمل في تطوان. نتمنوا توفيق للمنتخب الوطني، لان الهدف ديالنا هو ان المنتخب الوطني يوصل الى منافسات كاس افريقيا الامم وهو في صحه جيده، يعني يوصل لكان وهو في صحه جيده، وحنا عارفين ان اللي كينتظروا ما ساهلش نهائيا بدايه من دور المجموعات. الا كانوا الناس غيبداو يهضروا على احراز اللقب او ضروره احراز اللقب ديال هاد كاس افريقيا الامم، فبالضروره خاصك دوز من واحد المجموعه اللي فيها
بدرجة أقل السنغال، بدرجة أعلى شي شوية الكونغو الديمقراطية، وبدرجة أعلى منتخب زامبيا. سيقول قائل بأن راه المتصدر والثاني كيدوزو مباشرة وأحسن التواليت كيدوزو في المجموعات ما كاين مشكل، ولكن إلا كنتي غدوز متصدر راه غادي تبدل واحد المجهود كبير، كنتي غدوز ثاني ضروري غتبدل واحد المجهود لأنه غادي تمشي لك شي مباراة من المباريات، وكنتي غتسنى حتى تدوز ثالث، فهنا فهذه مقامرة غير محسوبة مع باقي المجموعات. فبالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي النسوي. الجزء الثاني ديال البرنامج مستمعي الكرام والاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم، غادي نبداوه بالمنافسات الاوروبيه والمباريات اللي تلعبات البارح ديال الاوروبا ليغ، وخاصه تالق بعض اللاعبين المغاربه. ما غاديش نتكلم على يوسف النصيري، يوسف النصيري راه سجل وهذا العادي بالنسبه للهداف، واحد من الهدافين التاريخيين للفريق الوطني، ولكن كاين الحديث على حمزة إيغامان الذي سجل هدفين مع فريق سيلتي غلاسكو أو غلاسكو رونجرز. حمزة إيغامان المنتوج الخالص للبطولة الوطنية، راه ماشي مشى عامين هذه ولا ثلاث سنين، راه يلاه مشى هذا العام من فريق الجيش الملكي، فنتمنوا الإقلاع لحمزة إيغامان. نقرأ بعض التعليقات ديال الأصدقاء ديالنا اللي كيتبعوا معنا هذه المساحة الصغيرة قبل صلاة الجمعة. تحية للسي عماد المشكوري، أهلا وسهلا. سي أحمد مزيد، سي محمد الفحال، أهلا وسهلا. إين رزاف محمد، تحية لك خويا منير. فخر الدين إيمان، راه خويا داكور، أخويا داكور السي محمد، غادي توصل الرسالة إن شاء الله. جمعة مباركة السي منعيم. سي دريس فتحي، تحية لك أخويا. للأسف ما تبعتش أخويا داك الكلاسيكو ديال الأساطير، ما شفتوش. حياكم الله، الله يحفظك السي عادل. سمير مروان، المنتخبات النسوية غدا مزيان، الله يوفق غدا مزيان. كل المنتخب اللي عنده كومبيتيسيون اوفيسيال راه هو المنتخب الاول، والمنتخب قل من 20 راه دار كاس العالم، يعني في انتظار انهم حتى هما يوليو كبيرات، وفي انتظار الكافي يهديها الله دير منافسات ديال المنتخبات النسوية. بغيت نعرف علاش الرياضية ما عاودتش لنا الماتش ديال الرجاء مع الجيش. تحياتي، لانها ليست هي ملكة الحقوق، الملك ديال الحقوق هو اللي من حقه يعاود كيف ما بغى. القناة ديالنا الوطنية يلاه كدير البث الأرضي هذاك النهار ديال الماتش. كأس إفريقيا للسيدات صعب الفوز بها مع تواجد نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا. وي ولكن راك محتضنها وراك داخل مع هادو، يعني خص راه نسرين الشاد من ركائز في الدفاع للأسف الإصابة، نتمنوا لها الشفاء العاجل. نسرين الشاد واحدة من الظهور ديال هذا المنتخب، ولكن الإصابة عاودتها من جديد. سي محمد العلوي، بدنيا اللاعبات الافريقيه قويه، الفوز بكاس افريقيا لازم المنتخب يكون فنيا وتقنيا متفوق كثير. إيغامان عنده بروفيل يلعب في الدوري الانجليزي، وراه كيلعب دابا في دوري قريب من داك الاندفاع ديال الدوري الانجليزي، الله يوفقه. وتحيه للسي تامي، اهلا وسهلا. تحيه للسي تامي، حنا راه مازال عندنا الليل وسيدي، نتمنى في انتظار انه يكون الليل، نقول لك ليلة سعيدة وصباح سعيد، انا بعد قليل يمكن يكون عندكم نهار ستامي. تحية لك اخويا، وتحية لكل الاصدقاء اللي تبعوا معنا هذا الجزء الاول من حلقة اليوم. غادي نتوقفوا ونقول لكم تقبل الله صلاة الجميع بالاجر والتواب، ولنا عودة ان شاء الله في الجزء الثاني بعد الصلاة ان شاء الله. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد، من الوحدة 3 ديال العشية على شادا إفام. مستمعينا الكرام، نجدد التحية والترحاب بكم في حلقة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وتقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والتواب. تحياتي كابتن فخر الدين. تحية منير، تقبل الله جميع المسلمين والمسلمات. عندنا المدة ديال شوط واحد مع المستمعين ديالنا الكرام، غادي نحاولوا شوط بدا الوقت ضائع. شوط غادي نمشيو غنمشيو بسرعة مع المباريات ديال الدورة 12 من البطولة الاحترافية، وديك الساعة ملي غادي واحد شوية ديال الوقت ناخذ المكالمات ديال المستمعين ديالنا الكرام. الدورة 12، السؤال الكلاسيكي، الدورة 12 ماذا تنتظر منها؟ راه في 12 راه 11 غادي نكون كذبت عليك الا قلت لك دوره 12 وما نكونش مفاجئ. ماشي وصلنا لدوره 12 وباقي كنتسناو الانتظار، يعني كنقولوا حنا باقي مازال كنتسناو اقلاع، يعني كيف كنقولوا بعض الفروق باش نشوفوها في الوجه الحقيقي ديالها. لا زالت هناك فروق تعاني، بيني وبينك انا راه في المستوى الجميع يعاني، كلشي باقي ما دايرش عنده. انا ما غنوش دوك الفرق يا منير، ولكن دابا انت خاصك تحط كل فرقه على حده تشوف شنو هما الفروق اللي هي
تعاني بشكل داخلي من ناحيه اللاعبين من ناحيه يعني بزاف ديال الحوايج بالمشاكل بالمشاكل ديالها وكدير نتائج وقادره تكون وسط طابلو عاد دوك الفروق اللي هما كنقولوا حنايا داروا انتدابات وعندهم لاعبين وعندهم وعندهم استقرار وعندهم وباقي ما لاقينش يعني الاتجاه الصحيح. نمشيو مباشره لان اليوم كاين جوج ديال المباريات وحده مع 6 وحده مع 8 في 6 اتحاد توارقه مع اتحاد طنجه. هذا ماتش من بعد التعادل الاخير في الديربي ديال اتحاد توارقه مع فريق الجمالكي واللي ما كانش فيه شي كره كبيره ما عرفش واحد ساعه ونص ثقيله كيف كنقولوا بالمحاولات وداك الشيء مع فريق اللي هو نهزم في اخر مباراه ديالو في الديربي مع المغرب التطواني ولكن الهزيمه لا تعني شيء لانه من بعد الاخطاء اللي دار هذاك الوليد اعطى جوج ديال تقريبا ضربه جزاء وهدف خطا قدر فريق تاع طنجة يسجل الهدف ديال الوحيد وكانت عنده في دقيقه الاخرى ضربه راسيه ضيعها اللاعب لان كنت سجلت هذيك كان الماتش غادي يخرج جوج جوج وكان غيكون مثابه انتصار لاتحاد طنجة لانه يمكن المغرب التطواني ابار دوك المحاولات ما خلقش فرص كثيره في هذيك المباراه. مباراه انا نقدر نقول لك تقدر تكون ملعوبه في تطوان تطوان تورقه اللي خارجه منير ولا لا تورقه اللي مدخله لاعبين في الخميسات لاعبين في الخميسات على اي مباراه خارج الميدان لكلا الطرفين نتمنوا على انها تعرف شويه ديال المحاولات وقادر اي فريق ينتزع الانتصار في هذه المباراه دي مونير. ومع الثمانيه الوداد يستضيف اولمبيك اسفيف ملعب العربي الزاولي وهذه عاوتاني مباراه الشكل ديالها كتفكرني في ايام خاليه من المباريات اللي كانت كتلعب في مركب محمد الخامس واللي كان اكثر من مره فريق اولمبيك اسفيف كيجي في الوقت كيدير ماتشات مزيانه مع الرجاء ومع الوداد كان كيدير دي بون ماتش خصوصا في الليل ولكن كيبقى دائما كان تفوق رغم يعني المباراه كتكون شويه يعني كاين فيها شويه ديال التعب وفيها احتياطات وفيها هذا فريق الوداد كان كيقدر يخرج فيها منتصر في اخر لحظات. غادي نشوفوا في ملعب العبري الزولي كيفاش غتكون هذه المباراه لانه بعد الانتصار الاخير ديال الاولمبيك اسفيف 3 ثم التعادل الاخير ديال فريق الوداد في الديربي 1-1 مع الرجاء هنا عاوتاني غادي نشوفوا ماكوينا واش كاين شي اصلاحات دفاعيه لانه الان دابا اللي كيتكلم عليه هو الاخطاء اللي كتكون او ضربه الجزاء نشوفوا واش ماكوينا خدم مع الدفاع لان الحاجه اللي يعاب عليها يعني دفاع فريق الوداد هو انه في اي لحظه كتكون شي محاوله كتقدر تكون هدف. اليوم واش سيتان تيست للوداد في الدفاع بيان سور مع ساماكي مع الحراري مع فريق اللي مزعج دابا غتشوف فريق مزعج وفريق الطريقه ديال الكرمة اشيان النهج التكتيكي اللي غادي يختاروا واش يملع عليك الدفاع وسط الميدان ويعتمد على ساماكي وبحراوي وقيلة سي با ما كتعرفش اللي مطالب بالنتيجه اكثر عاوتاني في هذه المباراه هو فريق الوداد اللي خصو يؤدي. دابا المشكله اللي كاينه هو لا زال جمهور فريق الوداد ينتظر يعني من بعد المباراه ديال اتحاد طنجه اللي تكلمنا عليها اللي ما كانتش خايبه المباراه ديال الرجاء لا نتكلم عن ان الكل غير راضي على العطاء ديال كلا الفريقين لان كان كينتظر في الديربي الشيء الكثير. اليوم فريق الوداد مطالب بنتيجه ايجابيه ومطالب على انه يرفع من المستوى ديالو من الايقاع ديالو. هذا بالنسبه للمباريات ديال اليوم. نذكر اتحاد توارقه اتحاد طنجه في 6 ديال العشيه ملعب 18 نوفمبر في الخميسات والوداد اولمبيك اسفي مع 8 ديال الليل في ملعب العربي الزاولي. غدا ثلاثه المباريات الاولى مع الربعه شباب السوالم مع الجيش الملكي. شباب رياضي السلمي قلت هذاك النهار باقي ما لقاش الطريق الصحيح ديالو واش الحيمر لا زال يبحث على الوصفه لانه السوالم ديال الحيمر في واحد الوقت ماشي هو هذا اللي ديال العام ديال الطلوع يمكن هذيك الوقيته كان كيتوفر على لاعبين وكانت عنده مجموعه متكامله. اليوم الفريق تيفتقد يعني بزاف ديال الحجات اللي كانوا عنده في السنه اللي طلع غادي يواجه واحد الفريق اللي هو منتشي بانتصار على فريق الرجاء واللي الجمهور ديالو كيطالبوا على انه يبقى غادي في نفس الاتجاه وهو تحقيق النتائج الايجابيه. غتنفعوا معنويا هذاك الانتصار اللي دار في الشامبيونز ليغ؟ لا منير غادي ينفعك يدخلك اليز وتلعب كره ترونكين وما عندكش ضغط ما عندكش بزاف ديال الحوايج. من بعد هذا الماتش في 6 ديال العشيه والمستمعين ديالنا الكرام لاحظوا راه كنمشيو غير بسرعه مع المباريات لانهم ما بغيناش
كيف كنقولوا نطولوا الحديث بزاف على المباريات باش ناخذوا فيهم مونير ناخذوا راه هادشي اللي كتقول فيه راه هو اللي خصك تقول ما عندكش حق تطول تطول باقي ما شتيش الماتش لا كاين كتعطي غير شي حاجه لي ديتاي كاين شي حوايج اللي صالحه تقال حتى من بعد الماتش كاع ما كاين مشكل نادي المكناسي شباب المحمديه هو فريق اللي منهزم بثلاثه مع اسفي لا بلاتي اللي كينتصر ماشي اللي منهزم اللي كينتصر كينهزم كينتصر كان عنده واحد ايه طالع هابط وطالع بزاف هابط بزاف ما كتعرفوش اي ما ينتصر بحصه ولين هزم بحصه ولين هزم بحصه وحتى الهزيمه ديالو كتكون غير متوقعه فحال داك دار ما اسفي انا لا اظن الجمهور ديال نادي المكناسي كان كيتوقع الفريق ديالو غادي ينهزم بهذيك الحصه بغيت نقول مستوى متذبذب ولكن شي حاجه فوق متذبذب لا 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 يمكن حتى الاغلاط اللي دار داك النهار جوج ديال ضربات الجزاء اللي كانوا فيهم اغلاط من الدفاع ما كانوش بجوج مترتكبوا لولا يعني كي كان شويه ديال الانتيليجنس كانوا ايفيتيو هذوك لي بينالتي ثم فريق شباب انت كتقولها دائما واخا انا كنبغي شويه اثر عليك والو كان واش نقدروا نشوفوا شي استفاقه كتقول ما كاين اه ما كاينش تقدر تكون ولكن اه ديامونيا شنو نقول لك الله يعاونهم الوليدات وصافي انا تنقولها على الورق نادي المكناسي مرشح واه على الورق هذه ما فيها الا ولا حتى الحسن الثاني في ملعب الملعب الشرفي بمكناس مكناس اه ديجا في مكناس ويلي على باب الحضور الجماهيري وديك الدفعه ديال اتونسيون البيبليك ديال مكناس راه كيعاون بزاف ثم مع 8 المغرب التطواني الفتح الرياضي ايوا واحد الماتش في الشك الثاني نتكلموا على تطوان نقولوا باقي يلاه تي مع عزيز عمري ولكن راه انتصر في الماتش اللي وي دار انتصار مع اتحاد طنجه ما ولكن هذاك الانتصار انا منين شفتو راه ابار لي دو بوت اللي كانوا في دابا ان كادو راه ما كانش شي حاجه لداخل منير ما هجمتيش ما درتيش بزاف ديال الحوايج فهمتيني اش بنقول لك راه حتى هذه خص تحسبها ديرها في الحسبان انا وي انتصرت ولكن نشوف عاوتاني الكونتوني ديال الماتش غادي نواجه واحد الفريق اللي تيقال الويمام اللي هو فريق الفتح اللي صراحه انا منير كيعطيك واحد باقي ملاميح ما لكن نهار كان منهزم دخل في دوزام ميتان دار تعادل ابار ذاك من غير ذاك التعادل كانوا محاولات ولكن كنقولوا حنايا بديك اللغه ديال خجوله حتى هذيك خجوله ما بقيتش بغي نقولها انا ما ماتشات كيكونوا عاديين وصافي الفتحه منير باقي ما لقاش واش هذوك الوليدات باقي مع شيبه مازال كيبحث على واحد ال11 تكون مزيانه وتاخذ الاكسبيريونس انا وليت كنسول واحد السؤال اخر كاع شنو هو لوبجيكتيف مع شيبه انا ما كنعرفش اخويا انا ما كتبش عليه شنو هو لوبجيكتيف مع شيبه واش لا فورماسيون واش تلعب على شي حاجه ما عرفتش فريق اللي غادي كل نهار ورزقه فريق الفتح الرياضي هذا بخصوص المباراه ديال السبت الحد مع اربعه حسنيه تقادير الرجاء في ملعوب هذا فقادير عفوا في برشيد 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 الرجاء معتاد تلعب في برشيد بحضور جماهيري لا بدون جمهور كاع ويا بين ان حسنيه تقادير فاش كيتنقلوا لبرشيد بدون جمهور ما كيكونش داك عرفت وراه غيكون منع التنقل ديال جماهير الرجاء اتونسيون الماتش غيكون صعيب على فريق الرجاء اكثر ما هو على فريق الحسنيه حسنيه رغم الهزيمه في بركان دار ان كرون ماتش انا نقول لك الماتش غيكون صعيب بالنسبه لفريق الرجاء خصوصا بعد الهزيمه ديال فريق الرجاء وما عرفتش انا المورال ديال الدراري كيدير هذاك لونترينور اللي قال لك ذاك النهار هذاك المحب قال لك راه انا هو دايخ الوغ كو خص اللي يجلس معاه ويتاورينتا من جديد ويشوف يقلب على الحل اللي خصو يقلب دابا على الحل هو فريق الرجاء انا كاكادير غنجي نلعب ترونكيل مونير ما عنديش ضغط اللي درتها ربح ها انت قلتيها خصوصا بدون جمهور بدون جمهور مع دوك اللاعبين بهذيك العينه ديال اللاعبين حسني تقادير ثم من بعد هذا الماتش في 6 ديال العشيه نهار الحد هذا 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 لقاء نقولوا ماشي قمه ولكن شبه قمه غيستقبل فيه الدفاع الحسني الجديدي المتصدر نهضه بركان ملعب العبدي في جديد انا سلام بون ماتش في ارضيه مزيانه فريق جديده كيلعب كره حتى هو مزيانه نشوف عاوتاني انا بركان ما غاديش نقول لك شي حاجه اخرى من غير هذاك لو سيستيم ديال اللي كيلعب به المدرب وعيد هو مسلكو بيان سور كندير دفاع وكنزيد عليه واحد وسط الميدان
تنحصن الدفاع ديالي وسط الميدان وكنتقاتل كيف كنقولوا حنا ما نخليش الكره توصل. وعندي دي زاتاكون اللي في بين الفينال الاخرى راه كو جابوا الماتش مع توركا. يلاه يلاه غادي نقول لك واش عقلتي شنو كنتي قلتي لي قبل الماتش ديال توركا كو جابوا الماتش. واش هذا الماتش ديال الدفاع الجديدي ينطبق عليه؟ راه ملي كيخرجوا شويه كيخليو لي سباس بحال دابا ملي لعبوا مع حسنيه كان مطالب على ان الشعباني خصو يخرج يبحث على هو اللي عطى لي سباس بزاف اللاعبين ديال اكادير وصلوا للمرمى ديال 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 البركان ديال البركان. ولكن هو ملي تيخرج غالبا مع الوداد مع الفرق مع الرجاء كيفاش ماركاك وانتصر راه كيقدر في اي لحظه يسرق لك واحد الهدف ويحافظ عليه. الرجاء ربح الرجاء والوداد هنا بنفس الطريقه بنفس الطريقه دفاعيا بقى دفاعيا. نرجع بك واش ما ينطبق على هذا الماتش هذا ينطبق على من كنتي قلتي لي توارك هذاك النهار قلتي راه نهضه بركان غيوقفوا غيتسناو العاب انت يقدر نقدر نخطف لك بيت حتى الاخر دقائق جي بي 3 بوان مهني متوقع هذا السيناريو. انا نعطيه لك لان جديده افترانهم تا يلعبوا تا يبغوا يخرجوا ويديروا ولا فتحوا لك هذاك الملعب زوين ديك لا بيلوز زوينه كانت زوينه ما عرفت امونير باش كلات لاصا باقي عندي الراي ديالي كلات لاصا على اين احنا قد ما تمتعنا بهذه المباريات قد ما مزيان علينا. ثم اخر ماتش في هذه الدوره نهار الحد مع 8 الليل المغرب الفاسي نهضه الزمامره فين هذا ملعب فاس ملعب الحسن الثاني بفاس بلاتي لا لا بلاتي 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 خارجين واقيلا بغيتش نغلط سمحوا لي ملعب البشير في محمديه دابا اسفيا تستقبل فاس تستقبل في ملعب البشير وقيل بحضور جماهيري بالنسبه للمغرب الفاسي. هاد الجمعه اللي حد الساعه نهار الجمعه راه بحضور الجمهور غدا وبعدو ما عرفتش شنو غادي يكون هاد الماتشات ديال الثمانيه يا ريت تكون كان في ملعب الحسن الثاني. واسمحوا لنا مره اخرى للمستمعين لان راه فهادشي ديال الملاعب وديال حضور الجمهور كيف كنقول لكم ما عطيتك اخبار ما نقدرش نقول شي حاجه. الماس ماتش انا الماس راه كنت كنهضر تكلمت لك على هذا المدرب كاين شي حاجه ديالو كاين الفكر ديالو في الفريق. شوف منين نقول لك شي حاجه انا ما اللي كاينه كاينه اللي ما كايناش ما كايناش. هذا المدرب فاش يلاه جا قلت لك خليني عطينا الوقت ما كنبغيش نحكم على مدرب في ماتش ولا جوج. حاليا كاينه شي حاجه ديال هذا المدرب خدام بها تما في المغرب الفاسي دايره نتائج وفرقه كتبان لك واقفه منير ولا حد ساعه في 11 دوره كلاسي دوزيام دوزيام ايوا حنا ما كنكذبوش ما نعطيوش حقه نعطيه حقه ايوا صافي لا لوجيك. تذكير برنامج ديال المباريات ديال البطوله اليوم اتحاد توركا اتحاد طنجه ملعب 18 نوفمبر في الخميسات مع 6 الوداد اولمبيك اسفي ملعب العربي الزاولي في 8 غدا السبت شباب السوالم الجيش الملكي في 4 الملعب البلدي البرشيد نادي المكناسي شباب محمديه الملعب الشرفي بمكناس والمغرب التطواني في 8 ديال الليل ملعب سانيه الرمل مع غادي يواجه فريق الفتح. نهار الاحد حسنيه تكادير الرجاء في الملعب البلدي البرشيد في 4 العشيه 6 العشيه الدفاع الجديدي نهضه بركان في ملعب العبدي في جديده والماس نهضه الزمامره ملعب البشير في المحمدية 8 ديال الليل. الرقم الهاتفي مستمعينا الكرام للتواصل بداية من هذه اللحظة 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع بداية من هذه اللحظة راه في استقبالكم السي هشام راه كيتسناكم هو راه كيضحك وكيتسنى المستمعين ديالنا الكرام. في انتظار ذلك البارح المباريات ديال الاوروبا ليغ كاين واحد الماتش اللي ما عرفتش شتيه ولا ما شتيش اللي هو واللي ما شافوش راه وقيلا ضيع واحد ساعة ونص روما و لا ما شفتوش سميتو توتنهام ان كرون ماتش صراحة من الأول ديالو منين بدا رغم التفوق اللي كان عند توتنهام في الأول قدر فريق روما يرجع بتعادل وكانت هدف ثاني لتوتنهام ولكن أنا البارح كنت غادي ماشي غير أن الناس اللي شافوا الماتش غادي يتقلقوا إلا ما دارتش روما تعادل كانت كتستاهل تعادل البارح لأنه الشوط الثاني كله هما ضاغطين على توتنهام جوج ديال الاهداف تانيلات بالفار لولا الفار وهنا كيبين لك داك الضغط ماركيت عليك وتريت وماركيت عليك وتانيلات صافي راني جاي 88 الكره عطاتهم حقها سجلوا هدف ديال التعادل ولكن ماتش مونير اللي كان روما البارح مع راني المدرب اللي اكسبيريمونتي واللي تبارك الله ما خلا فين اللي رجع من ما خلا فين 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 مع من خدم رجع من لا روتريت البارح كتب لي روما تبارك الله يا ريت يبقى هذا الريتم ديال روما بحال هكا لان حنا مشتاقين
الفرق الطليانيه تمتعنا في حال السنوات اللي دازت اللي كانت شحال هادي. فروما البارح داروا غرو ماتش مونير مع توتنهام. كان مجموعه ديال النتائج، فوز ريال سوسيداد على اجاكس، خسر خارج الميدان 4 ثم هزيمه ديال ليل داخل مع زغرب مع دينامو زغرب. ليل هي اللي خسرت وقيله. ليل راه في تشامبيونز ليغ، ليل ماشي في وقلب الله على ماشي في اوروبا ليغ. نيس اللي خسرات مع غلاسكو رونجرز ثنائيه حمزه ايجامان. حمزه ايجامان فخر الدين، والله العظيم كنفرحوا لهاد الوليدات. انا مشى كنفرح والله العظيم الا صافي كيمشي من البطوله الوطنيه. يلا مشى باش تعرف راه حنا الدراري، ولكن نتمناو اللي يخدم. راه ماشي جوج الاهداف هما اللي غادي تتسالي بهم. ولكن في سكوتلندا راه ما سهلش، الجو تما شويه الكره واحده. خدم ولا غادي تلقى راسك؟ لا ما تاخذش بلاصه ولا غتلقى راسك. ما كاينش. فما يقال على حمزه ايجامان قلناه في وقت سابق على يونايتد مونير اللي ربحوا 3-2. ايه ولكن سامبيش با شويه الحكم البارح كان شويه قاسي على ذيك الفرقه. كانت هناك وقيله ما عطوش اهداف ولا ضربه جزاء فريق النرويجي. حتى المدرب يلاه جا ديال سبورتينغ باقي تاهو كان عنده استقبال حار البارح في مدينه اموريم. ولكن باقي تاهو تابع الخدمه. دار واقيلا شي سي شونجمون ولا جو سي با. هو بالزمن خصو دابا يلقى فرقه متكامله. نمشيو ناخذ اول متصل. نور الدين. نمشيو للسي نور الدين من مدينه اكادير. مرحبا سي نور الدين. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. اولا تحياتي لكم انت والسي فخر الدين رجحي. الله يبارك فيكم. مرحبا سي نور الدين. وكنتمناو سيدي 2000 كاس العالم 2030 ان شاء الله يكون في شي دوله اخرى، ما يكونش في المغرب. لا كاين الشغف في المغرب، راه ظاهره الشغف يا اخي كتخوف. بلاتي بشويه عليك اخويا. احنا شوف اليوم الجمعه تكيس علينا اخويا. ما تهضر على الشغف، هضر على الشغف، ولكن ما تقولش كنتمنى ما يكونش. المتمنيات سي نور الدين شويه قاسيه. ما عندك. تفضل سي نور الدين. مشى كاع. جا على قبل هذه الكلمه. نتمنى. انا ديما تنقول لك انا نهار الجمعه انت وزهرك. على حساب اللبن اللي غتشرب. دابا هذا اللبن ثقيل. يا ودي الله يهديكم، كاس العالم وحتى كاس افريقيا. اسمعني انا قاطعك الله. لو كليون ديالها ماشي هو ديال البطوله. اسمعني يا مولاي. بغيتي تمحر راسك. بغيتي تهضر على الشغب. هضر على الشغب والبطوله ديالك. اي. تنظيم كاس العالم. عندك داخل فيه هذاك راه بوحدو هذاك وباقي تال 2030. مصطفى من كازا. مرحبا سي مصطفى. سي مونير صافا عليك بخير. تحياتي اخويا مصطفى. الله يحفظك. سي فخر الدين لاباس عليك بخير. الله يكثر خيرك اسي مصطفى. الله يعطيك تحيه لكم، تحيه للطاقم التقني والمشاهد او للمستمع الكريم. الله يبارك فيك. صراحه بغيت غير زعما عندي واحد النقطه. انا بحكم انني انا مشجع رجاوي. مرحبا. زعما كنشجع الرجاء من قديم بزمان، كيبان لي زعما مؤخرا واحد تقريبا واحد 15 عام الاخر هذا ديما الفرقه كتبدل كتشونجا، ديما اللعابه كيمشيو يقلبوا على راسهم من حقهم من حقهم. بالنسبه لي انا ما بقاش كنشوف انا الفرقه اللي ولات زعما كتلبي ديك الرغبات ديالي كمشجع ولا كمتفرج. انا وليت كنفكر انني نقلب على راسي فرق مثلا الدوري الخليجي ولا في الدوري الاوروبي ولا هذا، وباش انا حيت عينا ما نكذبش عليك، ما بقاش كره، ما بقاو لعابه، ما بقاو حتى شي حاجه، هما تيقلبوا على راسهم، انا غنوليو نقلبوا فين نتفرجوا. ما بقيناش نقدروا نتفرجوا كره. انا كاين واحد الحاجه اللي كاين واحد الحاجه اللي خطر من هذا الشيء اخويا مصطفى الا سمحتي لي. اخويا مولاي. بعدا من الاجحاف تقول 15 عام ما كان والو، 15 عام كانوا شي لحظات. ولكن قول لي علاش ما علاش ماشي غير الرجاء بوحده، واحد المجموعه الفرق علاش ما كيبنيوش على شي انجاز اللي كيديروه ولا واحد ولا واحد الكره كتلعب في واحد الوقت وما كيبقاش داك الشيء مستمر. هذيك اللحظه اللي دويتي عليها هي اللي خلاتني انني انا نقلب على راسي. دابا مثلا 2013 كنا مثلا ايكيب زوينه وصلنا للفينال وهذا، كتلقى العام اللي وراه كتلقى كل شيء مشى، كل واحد تيقلب على راسه اخويا منير. وانا حنا عينا والله الا عينا، حنا ولينا هذاك كنفرجوا في الهلال والاتحاد ولينا تلقاو راسنا تما ولينا كنسيبورتيو. راه انا كيما اللعب تبعت انا راه غادي نمشي. انت مشيتي والله تعينا وحق الله. ولينا تنقلبوا على راسنا وكل واحد تيقلب على راسه. كتقلب على شي منتوج فين ترتاح؟ فين نرتاح؟ انا تنسيبورتي انا عييت ما نبقى نسيبورتي انا في واحد ما يمكنش السي فخر الدين. راه شوف انا كواحد المثال، شوف راه الماتش اللي داز ريال مدريد وليفربول
وهذا ديال البارح روما وتوتنهام راه بقيت انا جالس واخا شويه باغي الناس ما قدرتش بغيت نكملوا علاش حيت كاين لونفي وكاين الكره وكتسنى لايس روم تعادل لان كيبان لك الوغ هو تقدر يكون شي ماتش مع كامل احتراماتي ديالك وانت باغي تشوفه ولكن هو ما مخليكش تشوف ها هو واقف ها هو الفار ها هو هذا طايح ها هو هذا ما كتقدرش والظلام والنقل ما هذا كتنوض كتمشي فحالك وانا دابا سي فخر الدين كنسيبورتي لانتير من تقريبا من 99 انا ركت مع لانتير كلوب ماروكا ما تخيل معايا عمري شفت انا لانتير لعبه بلا جمهور ما عمري شفتها ما فهمتش انايا وعمري شفت انا لانتير لعبه نهار الاربعاء مع الثلاثه وانا خدام راه كانوا ماتشات كيتلعبوا مع الوحده مع 12 البارسا لعبت مع 12 اخويا السبت تبقى السبت ولا حد ولا باش نقول لك زعما شوف هذا والله العظيم ما عنده دخل راه يقدروا يلعبوا مع 10 الصباح وتلقى الجمهور ديالهم كاين فبارك زعما فريمون نيفو سي خرتين راه في راه تفرجنا زعما في الرجاء في الاول ديال الالفينات راه شحال عندك من عام سي مصطفى انا راه 89 والفيديوهات ديالك انت راه شفناهم وسمعنا بهم وزعما راه ما نكذبش عليك راه دويت معاك ديك المره وقلت لك راه يتفرجوا ويتفرجوا عباد الله وهاد لي زطا وهاد لي اللي كاينين دابا اللي كيدوروا دابا يشوفوا يتفرجوا ما كانش الامكانيه وتخنع لك بالله كيف خاطر واش انت لقاك شي كوش ولا شي ياك لعبتي غير في الزنقه وشفتيو اييه داك الشيء اللي كاين ما فهمتش وكان انا لعبت مع الجمال لعبت مع البودالي لعبت مع مرحوم ولكن ما صراحه ما كنتش حتى الجمال راه كان تيحكنا مزيان اجيو نلعب في الرجاء دابا ما نعرف دابا واش يربحوا 3 بوان ماشي كيمشي واحد الجمهور كيبداو يتعراو ويغنيو صاحبي اش 3 بوان لا ما كنتش النتيجه واداء مع الرجاء راه ما كنتش تخرج فرحان اصبر اصبر مصطفى يكون خير واخويا انت شوف مره دير عاوتاني ها عجبك الحال ما عجبكش الحال وانت غادي كي قلتي تيسخر الله الله يسهل عليك اصبر مصطفى الله يسهل عليك شكرا لك خويا شكرا مصطفى تحياتي لخويا مصطفى من مدينه الدار البيضاء ايجابان بهدل عبد المنعم ديال اللي كان في الاهلي لاعب المنتخب المصري هذه البطوله قادره تعطي لاعبين عالميين شويه باقي عالميين لا غير شوف غير البدايه نتمنوا ليه التوفيق غير البدايه نفرح الايجامان راه شوف راه الموهوب راه كاين بعض المدارس اللي تقدرت كما كان افون لا قصتي البرتغال وقصتي والله انا نقول لك امونير راه تلقى المكانه ديالك بعد غير من لي شامبيون تيكونوا شويه ما تقدرش عليهم يجوك صعيب الا سورتو ما كانتش عندك شي فورماسيون عندي ما نسالك ما كنتيش خدام شي كمان على حساب البنيه ديالو وكيفاش داير وباقي صغير غادي يخدم مع لا صاله منير ومع الراحه ومع هذا بز منه يكون ان شاء الله مزيان الحسنيه غادي تلعب بدون ضغط عكس الرجاء نادير بوركان راه قلناها شي حاجه عاديه واش كاين شي ارغان السي نادير بعدا ملي كتشوف بوركان بوركان مول ارغان هو اللي كيمشي عند السي مراد الدار البيضاء مشيو عند مراد في كازا مرحبا اخويا مراد اخوان تحياتي مراد الله يبارك فيك بخير عنين كلشي بخير الله يحفظك اخويا بارك الله فيك تحيات سي فخر الدين الله يبارك فيك كنعطيك التحيه دابا في دتير المكسيك مرحبا عجبتني ديك الاخوان الاخوان يلا الاخ تفضل بالنسبه لهذا الاخ اللي عيط دابا مشجع رجاوي انا مشجع ودادي انا كنضامن معاه نفس الفكره هكاك انت كتقلب ضامن معاه في نفس الفكره اللي انا في نظري ما كنفهمش كره بزاف انا كنشجع الوداد من قلبي ربحت الثلاثه انا معاها مرحبا اللي كيبان ليا هو اننا كي كانوا الدراري من راك عرفتي هنا تيران المكسيك تيران ابراهيم غادي بدا تجبد هذاك الشيء جمع الجوقه اديهم كيربحوا فرقه كما كانت جيب البارطا يربحوها كيديو الدراري كيكبروا من الدراري كانوا كويريه المكسيك على عاجو يلعب فيه الا عقلتي انت ما تلعبش دراري اللي خرجوا من نورا ماشي غير هو راه كاع شوف كاع لي كارتي في المغرب ولا في الدار البيضاء كتمشي لدرب السلطان كانوا ملاعب معروفين الحي حسان معروفين شوف كانوا ملاعب ديال التراب وديال هذا وكان شامبيونا وكان واحد الفريق معين كيجي كيلعب مع 10 الصباح كتلقى الناس كتمشي وكدير دوك الطوار وكتجلس عليهم هادشي راه شنا السموه ولكن ما كاين المشكل اللي كيبان لي سي فخر الدين هو ان في التسيير في الاداره ديال الفرق
خصوصا الوداد الرجاء هادو اللي باينين كاع في الصوره كتلقى السير ديالهم كيسيرهم واحد مشكره. حنا مرحبا بمشكره مزيان ولكن خصنا الاطور اللي يكونوا تحت الفئات السنيه. لا خويا شوف لا مشكره ما مزيان شوف مشكره يقدر يبقى بحال اللي كيديروا دابا في الانجليز هادشي اللي كاين ليا وكاين حتى في الامارات وكاين في بارتو يعني هذا المستثمر المستثمر هذا اللي كنقول عليه بعيد كيكون بعيد كيراقبك هو عام الفوق ما يكونش تدخل ديالو حنا كنشوفو رئيس هو كيجي يلعب هو يدخلو هو يخلص انت دويتي ودابا ما خصهاش ايوا ولا هضر مع شي واحد يقول لي تعاطي شي حاجه فوالا هادشي اللي غير انا شكرتي ونمشي نقول لك ماشي مستثمر 100% مشكر. ودابا دابا مثلا انا نهضر على الوداد الوداد فينا هما اللعابه فخر الدين حنا كنشوفو في شدا اف ام فينا هو ابراهيمي فينا هو الشبوكي فينا هما الدراري الاولين ايوا يوسف البركه فينا مدراري عمر خالد هادو في الوداد السي مراد هادو لا هادو حنا خصنا نشوفهم غير في هاد الله يهديك الله يهديك الله يهديك غير في هاد الثنين دخلت تيران تويدان نشوف الدراري كتريني وبانوا لي المدربين تاع كاينين كاين بعض اللاعبين تما كاين بعض اللاعبين السي مراد كاينين شوف كاين اللي خدام على راسو يكون عندنا منتوج محلي منتوج ديال كل فرقه تعطي اللعابه ديالها ما نجيبش انا تعتصر لعاب من برا هذا من البرازيل ما كيعرفش العربيه شجعوا الجمهور تحبوا راه عيروه هذا جاي من ويكون خير السي مراد يكون خير ونهاركم مبروك تحيه لك اخويا مراد تحياتي عليك السي مراد. سي حسن عطى نصيحه الايجامان قال لي خصو يبعد على مواقع التواصل باش ينجح الله يلعن الى ريزون الى ريزون. ولكن انا شوف عندي واحد المرجع ديال واحد الحوار كان داروا عبد السلام بن جلون اللي دوز سكوتلندا حتى هو وزمامه فاش في البودكاست مع بوخريس قال لي كيفاش اليومي زعما في سكوتلندا قال لي داكشي قال لي التدريب فيها التدريب فيها فيها زعما الاندفاع التوعتي راه كاين سير تعالج كيف غادي تلعب كيف كتدرب. انا كنظن ايمان ايجامان بهذا الريتم هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوه بوجه اخر بحول الله وقوته. ناخذ فاصل كعيط الفاصل تفضل معنا سي الفاصل مرحبا الفاصل من شهادة اف ام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شهادة اف ام. أخي منير بودرع والعزيز داروا المغرب كامل جابوا العملود خابة بطويل هرماش شوي أي تورخان إيقامان هاد الخدمة مبقاتش أخويا آخر أوبيراسيون كنظن كنعقل دارتها ليفار داروها في طنطان وجمعوا كاع الدراري ديال الجنوب تما يعني داروا دي تيست تما واختاروا واحد ثلاثه ولا اربعه اللعبة ما عرفتش ماذا فعل الله بهم الى حد الساعه. هذه الدوره ستنطلق الوداد والرجاء اما بركان لن يسعفها الحظ والتحكيم في كل الدورات. عادل الجعفري انطلاق الوداد والرجاء واخا هاو ما انتصروا كاع هذه الدوره باقي الفريق بعيد وباقي الناس كتسول على المستوى ديال هذا الانتصار كيفاش غيجي هذا الانتصارات كيفاش غتجي. اما نهضره بركان راه متصدر مرتاح مكالمي حتى الا خسر شي جوكر كنظن ما عندوش شي حاجه كثيره غادي يخسرها. شو عند سي اسماعيل؟ سي اسماعيل من تمارا مرحبا سي اسماعيل. مرحبا اخي منير تحياتي اخويا اسماعيل اهلا وسهلا تحياتي فخر الدين الله يبارك فيك سي اسماعيل. ناقش معك واحد الموضوع سي فخر الدين كان ممكن مرحبا ارجع بك الماتش ديال الرجاء والجيش. انت بغيتي مرحبا اخويا مرحبا بك. دابا الماتش ديال الرجاء والجيش دابا كل الفريقين خدوا واحد النهج اللي الرجاء لعبت خطه هجوميه ضيعت فوره لعبات ضيعت فوره ضيعت كان الحارس واخا زيد والجيش لعبت خطه دفاعيه وبقوا مركزين طيله المباراه وبقى وكاين كيجي واحد المحلي كيقول لك الرجاء ما تستحقش تفوز ما تستحقش تخسر. الله يرضي عليك اسي اسماعيل. اسمع لي واخلي انا زيد مرحبا وكملوا يلا سير يلا مرحبا كيجيك يقول لك ما تستحقش تفوز هذاك لا واش ما تستحقش لا تسمع لي واش ما تستحقش الفوز لا ما تستحقش الهزيمه فوالا زيد انا في نظري انك بهذه الكلمه كتبخس كتبخس المجهود ديال الجيش ديال اللي واحد واش في نظرك ان اللي خليني نجاوب خليني واخلي نكملوا واسير وجاوبني السير يلا زيد يلا واش في نظرك ان اي فرقه تلعب خطه دفاعيه انها لكن بحال كنقولوا انها ما تستحقش الانتصار هي ذلك خطه اللعب لا اللعب راه فيه الدفاع وفيه الهجوم كل فرقه كتنهج واحد الخطه اللي غتسلك في هذاك الماتش. في نظري علاش واش
ريال مدريد باش دات العصبه. دابا واش غتهضر معنا على الجيش والرجاء ولا تدينا للمدريد؟ لا كنا بصفه عامه راه كنعطيك. لا ما كاينش صفه عامه، لا لا هذا عالم ولا اخر عالم، خلينا غير في هذا الشيء اللي غنقول. لا ماشي نفس، لا لا ما نتفقش معك، هذوك بوحدهم هضره اخرى. خلينا نهضروا دابا في الرجاء والجيش، ياك هو هذا هو التدخل. تجاوب سي فخر الدين. لا صافي صافي. لا ولا صافي، لا عطيني نظرك. لا صافي سي اسماعيل، سي اسماعيل، سي اسماعيل، سي اسماعيل. نعم سي خطيب، الله يرضي عليك. نعم اخويا ثلاثة المرات انا باغي نشرح لك وعرفتك شنو باغي. انا اش كنقول لك انا بارك عليا؟ شوف الله يرضي عليك، انا ثلاثة المرات وانا كنقول لك انت كتقطعني، كتقول لي خليني، ومنين خليتك داك الشيء اللي باغي نقول لك انا. انت دابا انت دخلتي في الشرح ديال الماتش ودخلتي بان قلتي بان الفرق الا كانوا كيلعبوا بحال هكا غادي نقولوا ما لعبوش مزيان، وهذاك الفرق راه كل واحد كيلعب بسميتو. صافي راك شرحتي لينا فرق شيش مالك يجيب خطه دفاع ماشي دفاعيه، لاعب ولاعب على لي كونتر. هادشي راه في العالم كيديروا، كل فرقه كتختار ان سيستيم جو ديالها. انت خصك تكون انت موجود. قلتي لي الرجاء ما تستحقش، يمكن حنا كاع الناس اللي تفرجوا في الماتش شافوا الرجاء هجمات، ضيعت محاولات، ضيعت ضربه جزاء، ما كانش الحظ معها. كون يمكن فريق الرجاء سجل التعادل ديال البينالتي كانت تكون مباراة أخرى، ولكن كان الخياطي في نهار وذاك النهار. والجيش استغلوا الطريقة ديال اللاعب ديالهم، ما كانوش كيضيعوا، ماركاو بيت بكونتر ديال حمودان وقالوها، وقال حمودان قال لك حنا جينا هنا باش نلعبوا على لي كونتر، وماركاو بيت الثاني اللي كان ضرب عنه ديك الساعة الرجاء طالعين مخليين مساحات فارغة. صافي يا سي إسماعيل. سي إسماعيل. لا دابا سي إسماعيل. لا نعم أنا نعطيك وجهة النظر ديالي أنا ساهلة في واحد الجملة. لأنك علاش؟ لأنك جبتي قلتي محلل قال ولا. أول حاجة بعدا ملي كنرخيو ودنينا باش نسمعوا شي واحد كيدير تحليل، راه ماشي بالضرورة غادي يقول هذاك الشيء اللي غيعجبني أنا نسمعه. لا لا. غنعطيك أنا نعطيك واحد القاعدة. نعم. كتلقى جوج فراقي لاعبين ماتش، جوج فراقي. أه نعم سي. واحد مهاجم واحد مدافع. اللي نفرض هذاك اللي مهاجم في الدقيقة 90 ماركة. ياك راه حتى هذاك انا غنجي غنقول راه هذاك اللي كان مدافع واختار هذاك السيستم لا يستحق الهزيمه، لان هزيمه جات مثلا في الدقيقه 90. هذاك اللي انتصر ما غاديش نقول لا يستحق الانتصار، راه خدم عليه شحال هو كي بمعنى شي اللي بغيت نوصل لك. الله يرحمه. وراه اذا راه صالحه لهنا وصالحه لهنا باش تفهمت انت اخويا اسماعيل. لا دابا بك تقول الرجاء انها كانت ما تستحق الهزيمه بحال هكا شي حاجه من عند الفرق الخصم، ولكن لا لا انت بغيتي تفهمها هكاك من النص الثاني ديال الصوره ان اللي انتصر راه يستحق الانتصار. اش كتشجع سي اسماعيل؟ اش كتشجع؟ اش كتشجع انت؟ شجعنا الجيش انا. ايوا صافي راه من الاول ملي بديتي انت بختو انا بعد المحلل بختو ما كاينش تبخيس. عسى المحلل، عسى المحلل ما كاينش تبخيس. سير الله الله بجمعه وبركه سي اسماعيل، الله يحفظك. حد موفق ان شاء الله، حد موفق. جوج فراقي لعب النتيجه راه غادي تكون صالح. هو بغاش يسمع ديك كلمه. لا لا يا عاديه جدا، عاديه 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 جدا. كان بان لي واحد التعليق ولكن ان شاء الله الا مشى الناس كتصلي. تفكرت بعدا غير الاخبار، حنا ما عندنا ما نخبيو. واحد المستمعين الصديق ديالنا اللي كان قبيله اللي اتصل وجا قال لك الشغب، ولا حنا ديك الكلمه وزاد ما عندناش حق نضمو كاس العالم. ما عندناش الحق يا ربي، قال لك لا نتمنى ما نضموش. المهم والله ما دارش الجمهور شيط لينا شي هضره بحال هكا، وهنا وحلينا كل شيء كان كيتسمع عندنا لداخل. ما مفاده هو ان السيد واش نتوما نهار الجمعه وهذا عيد المؤمنين نتوما جالسين اش كديروا تما؟ انا كنقول للصديق ديالنا هنا الا كان نهار الجمعه علاش معيط لينا؟ خصك تكون مخشع، خصك تكون اسيدي سالم في صلاه الجمعه. هذا هو وشي وحدين حابسين الشتاء. والله يرحمنا. انا كندوي معاك. الله يرحمنا. راه واخا تقول اللهم سقينا الغيث، هذا جالس حداك الغيث ميجي. الله يرحمنا. ما عمر الغيث ميجي. الله يرحمنا. اولا محيي ديك كوب دي موند ومحيد لينا، وجا قال لينا راكم انتم الجموعه. انا ما عرفتش اش فيك كنا حنا كاع. علاش عيط؟ حنا راه صلاة ساكري عندنا. علاش عيط؟ علاش عيط؟ وسيري الا كنتي كتصلي. اسمع منير، راه هذه واقع لينا في المغرب دابا، واقع عندنا دابا جدودنا بكري صلوا تاعي وتا واحد ما ساقلهم الاخبار، وصاموا تا واحد ما ساقلهم الاخبار. دابا راه واحد القضيه واقعه، انت غادي دابا في الطوموبيل تقدر تطلع بحال كتكلاكسوني صاحبي، انا ما واكلش صايم وانت كتكلاكسوني عليا. الله يرحم ويدك الى مسير. اسمع فخر الدين، اسمع واحد التعليق من عند سي حميد قال لك سي منير من فوائد التعاقد مع مدير رياضي رسم استراتيجيه رياضيه تنزيل مشروع رياضي والتعاقد مع مدرب ملائم للاسلوب لتقليل هامش الخطا في التعاقدات. الله غير ما شرحتيش لنا سي حميد واش هذا الشيء في الدنمارك ولا في النرويج ولا فينا فينا شمن دوله. انا المدير الرياضي راه كاين
ولكن راه ممنوع عليه يقرب التيران ولا لا. كنقولوا حنا الاسم الاسم نمشيو عند السي حسن في مراكش. سير عند السي حسن في مراكش. مرحبا السي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا جدك اخويا قد شوف السي حسن اللي جبدنا لا لا شو انا عزيزي انا النماذج عزيزين عليا انايا هذا هو النموذج اللي كنبغي انا نهار الجمعه ولا نهار والله ما نكذب عليك انا هادو هذا الشكل عايش معاك ما عندك ما تدير هذا هو اللي الله يكثر خيرك خويا بارك الله فيك مباركه الله علينا وعليك. واش كتيف الجامعه انت ولا معيط لينا من الله يلا سلمتي انت لا شمونير على سلامتك. الله يسلمك الله يسلمك. وقلتي شوية الحمد لله الله يلا بخير الله مالك راه تاكي ولي شوية ولكن عايت لك فعل هذا وتزيد لك الحال. أنا راه كنخاف من الجمعة أو ديال السي حسن علاش أنا على حساب الماكلة سيرتو إلا كريتي داك كسكسو اللي كيكون حدا الجامع وما عندكش معلقة يقدر يأثر فيك صعيب داك اللي كيجيبوا الناس وكيحطوه تما داك كيكون صعيب هذاك خصك تاكلو بالزربه تاخذ ليه صح لا حول ولا قوه الا بالله مرحبا بك تفضل يلا ما بقاش لك بزاف السي حسن تفضل اخويا حسن انا سعيد جدا باش نعاود نتواصل معكم سي الحاج الله يكثر خيرك الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك انا والله الا تنحبكم وعزاز عليا تنتصنت وتنبدا نضحك مرحبا بك خويا تكلم تفضل وني سي منير انا عندي واحد الطلب للمسؤولين ديال الحسنيه دكادير اييه يوضي يهضروا على حقهم شي شويه راه تقهرنا سي منير والله فاش تقهرتي؟ تقهرنا التحكيمه سي منير ولكن الله يلا بصح بعض الجماهير ديال اكادير كتشتكي هنا كاينين في الدار بينا انا كنقول لك كنتلاقى معاهم تيقول لك اودي يعطونا حنا حقنا ويديروا لنا يعطيونا غير حقنا ما بغينا والو كاينه كاينه تصور ضربات الجزاء خايلي عطاوها لطيطوان عوض باش يعطيو الرامي الخطا ديالو عطاوه ضد دوبيجين شادنا بيلانتي مع المحمديه جات في الحكم حط بيلانتي مع البرتانتا صاير راسو الله يهدي الله الا حنا ما تنشكو في سميتو ولكن اخطاء كثيره وهذا الشيء الطلب هو اللي عندي الناس ديال الحسنه يهضر فيها على وراه شوف كما قال منير راه كاين واحد ابن 60 كولومي تاهم وجاوب ساكن لا لا كيضربوا تمانه والله العظيم دابا حاليا انا تنحيي اللعابه فريكان وتاع الحسنيه عطونا واحد المباراه كبيره هذاك النهار كان مات الزوين كانوا فيه محاولات تبارك الله عليك السي حسن تبارك الله عليك خويا تبارك الله عليك الله يحفظك حسن من مدينه مراكش ايوا الحسنيه شنو نقول لك يهضروا على الرياضه بصح حتى هما يتكاو على شي بلاغات حتى هما شي شويه بلاغ اليوم بلاغ غدا وبخير هو اللي كي اللي كيشرح الحالات في اللقاء ديال نهار الثلاثه راه هو ولد اكادير ولد اكادير سي جيد هو هاردوان والسي رضوان جيد مرحبا بكم في كل ميم باب الصحراء الله الله نادير زوينه وقال واحد العباره هنايا ما عجبتنيش عاوتاني ماشي قول ميم ليست مقبره كره القدم لا غير خصها شويه ديال لا شويه الحركات ما ما كاينه الكره البعد راه البعد البعد اخويا والله العظيم كاينه الكره في قلمي تحياتي لك فخر الدين شكرا لك منير هشام وتحيه للناس اللي كيتحاوروا معنا وموعدنا ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله الله يجي البطوله